نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد فيا حضرة الرئيس الحاكم الكريم وأسلم ذوي الأجلة وأيتها الطلاب والحكم العادلون أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة ثم أرحب بكم جميعا ترحيبا حارا فقد كنت أمامكم ليلقي خطبة وجيزة حول موضوع الكاديان بتوفيق الملك العزيز العجلان أيها الهازلون هذه الدنيا متداولة بين الحق والباطل ولذا ما زال اختلاف الحق والباطل ويغلب الحق من بينهما مع هذا لم يترك الباطلون بعثتهم ويسعون لضل الإسلام وفي الأصل هذا المرء من قبل المنافقين أولئك المنافقون خسروا الإسلام وفي هذا المرء كاديان أحد أكثر من اثنين ولذا وجب علينا أن نعرف أولا الكاديان اسم صابون واقع بمنجاب من الهند ولد ها هنا مصري نبوة مسيلمة الكذاب من جبلان أحمد الذين يتبعونه من قالوا الكادياني أيها الإخوان هذا الوقت يمكن وليس دين المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ويقيم هذا الوقت مكان ويقيم هذا الوقت من جبلان أحمد كادياني مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد لرجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أيها المسلمون بعدما ينزل القرآن والحديث على سواء كيف نسلم جماعة المسلمين يخطط هذا الوقت لنشر بعثتهم وأحيانا يستدين لجبل محمد كاديان نفسه وفهده وأحيانا يستدعي سماسي وإذا نستدعي أن نعلمه بالكافر على دولهم وحقق هذا العهد في كثير دولهم بني في المولى نشرهم يحكم كلام القرآن هو جاء الحق لك الباطل أخيرا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا في الدين والدنيا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فعلينا أن نتأسى ونقتدي بأسوته وقدوته في جميع أمورنا أن نتركه بعثة الباطلين أكتفي بهذا صدق الله العلي العظيم